النهاردة هنقدم حاجة سهلة جدا وسريعة جدا بالشوفان. طبعا احنا قلنا قبل كده في الفيديوهات السابقة عن فوائد الشوفان، وطبعا الشوفان ده من الحاجات اللي بتملي البطن وبتساعد في الدايت، وغير كده مفيدة جدا. فاللي يحب يشوف على ميرو تشانل فوائد الشوفان يرجع للفيديو، اكتبوا شوفان ميرو تشانل. احنا النهاردة هنقدم بالموز، ومكوناتنا موزتين، موزة داخل الصنف وموزة هنوزعها كده فوق، يعني هتبقى في الطبقة العلوية، وعندنا والعنب كمان هيبقى في الطبقة العلوية، وعندنا بيضة، عندنا كوباية لبن، وعندنا شوفان. اما ان انتوا كوباية شوفان، اما ان انتوا تستخدموا شوفان بحبة كاملة او بودر زي ده. وطبعا فوق اللي مش بيعمل دايت عادي، يعني ياكل عادي، ممكن يحط معلقة سمنة كده يوزعها عشان تاخد وش. اللي بيعمل دايت مش ضروري خالص معلقة السمنة دي. اول حاجة هنجيب البيضة ونقفشها. طبعا ده كله يدوي، كل حاجة سهلة جدا هنعملها. وهنجيب الموزة، الموزة دي نقطعها، لو موزة كبيرة ممكن انتوا تقسموها نصين، نص في داخل المكونات ونص تاني فوق، بس انا عايزة يبقى كله الموز كتير فهعمل موزتين. هنقطع الموز، ادي الموز اللي داخل الصنف. هنقلب البيضة كده، بعد كده نحط اللبن، والشوفان، ونقلب. أصدقائي هو احتاج نص، كمان نص كوباية شوفان، لأن برضو زي دي بيختلف من نوع لنوع، فأنا حطيت كوباية ونص شوفان مع بيضة وكوباية لبن. هنحط موز كده، وهنحط معلقتين سكر دايت. ممكن نستكفي بالموز، لكن انا يعني ممكن اننا بنحط معلقتين سكر. دي معلقة ومعلقة، ونقلب كده. دي تكملة الكوباية التانية أصدقائي من الشوفان أهو كده. هندوق السكر، معقول قوي جدا. اللي فاضل أصدقائي من المكونات، وهكتبها لكم في صندوق الوصف، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وفانيليا، هنحط فانيليا كمان، ونبتدي نقلب كويس قوي. بعد كده أصدقائي هنصب المكونات عندنا اهو كده كده اهو. كل المكونات تدخل كده في الصينية. هنبتدي نوزع أصدقائي الموز اهو كده.
والعنب وعلى الوش كده أصدقائي هنحط معلقة صغيرة جدا من السمنة بس عشان يعني تحمر الوش اهي كده اهي كده طبعا ممكن نستغنى عن الجزء بتاع السمنة اهي جزء اجزاء كده صغيرة نوزعها وندخل الصينية الفرن أصدقائي على درجة 180 الحرارة. أصدقائي خرجت صينية الشوفان بالموز، طبعا ريحتها حلوة جدا. كمية الفانيليا اللي احنا حطيناها، ممكن تحطوا ورد، ممكن تحطوا فانيليا، ممكن تحطوا قرفة، يعني تعملوا يعني تشكيلة من المنكهات، هتدي كمان ريحة حلوة جدا، وخاصة القرفة بينفع طبعا في الدايت، فممكن اننا نحط اي حاجة من الحاجات دي، بس احنا الفانيليا بتدي ريحة كمان جميلة جدا. ارجو ان الحلقة دي اصدقائي تعجبكم، هي ما خدتش غير نص ساعة في الفرن. انا وطيت عليها عن 180 لان انا فرني حامي، لو الفرن كويس ممكن ان هو يبقى 180، لكن انا وطيت عن 180 حطيتها على 170 وخدت نص ساعة. ارجو اصدقائي ان الحلقة دي او الفيديو ده يكون عجبكم، والى اللقاء وتحياتي مع قناة ميرو المعلومات والطبخ ميرو تشانل. وطبعا قلنا اللي ما شافش القناة لايك شير سبسكرايب، فعلوا الجرس واضغطوا على كلمة تقول ليصلكم كل جديد من فيديوهات قناة ميرو. شكرا والى اللقاء وتحياتي.